انا بدات اهو صرت بنقول بحب الحد قوي ده ابو ودان لقطناه ما بيعرفش يطير، ده يعتبر صديق الفلاح بيتغذى على الديدان وبيعمل على تهوية التربة وكده. تعالى عايز تنقر انقر، ايوان بس اجمد شوية، اجمد اجمد بس. هيقعد عندنا بس قاعد التليفون لو سمحت، هيقعد عندنا فترة علاج وبعد كده قبل ما يعرف يطير هنطيره. بص حتى انا ده متخافش ازاي، مفيش عندنا الحمد لله بيخاف. طب اصبر واحدة بقى منه، واحدة منه. مش عارف هو مستقصد ايدي ليه، حتى وسع خروجه. اخرج يا عم، تقفلوش ما تقفلوش، سيبه بص كده عشان الناس بس تعرف انه ما بيعرفش يطير. صوره انت خايف يا جدعان، بس اقعد ابرد صديقي الفلاح ده زي مسلسل المزاريطة لما لقطوه كان جاسوس وفي رجله جهاز جي بي اس. كان بيقول لك بعتنا جبنا مين؟ سهام سعيد، برنامج سراي الخير. شفت انت الحلقة دي؟ والله جابوا بتاع زي ده مؤلم والله. في ناس تطلع تعمل لك كترح ممثلين. تعالى لما تخلي، لا عشان انت بيت صديقي. تعالى بس تعالى بخاف منه يا جماعه، من الحاجات اللي هي الخطره خطره، يعني ما اقولكش ولا اسود ولا تعابين ولا حاجه. ربنا هو ابو اردان، ابو اردان تعالى يا رضا، خد لك مقر يا رضا، خد لك مقر يا رضا. خلاص يا جدع، على التليفون صور بعيد، يا عادل التليفون هخرب عبد بس. ايوه مش مش والناس دي مش متجرة مع السخن. بس بقى خلاص يا احمد، ايوه ما اتشربش. هينزل باذن الله ترند ثلاث يوم الاقي على اليوتيوب، على اليوتيوب بس. انت عايز افهم حاجه بقى، انت مش من بلد ارياف؟ انا يا عم فلاح اصلا، بس خافوا بتاع ده. ده صديق الفلاح ده، ده صديق الفلاح، يعني ده صديقك غير ده دلوقتي. لا الواد اللي لابس زعبوط ده مين؟ لا بسم الله عليك الركعه يا حسين. بص بقى جناحه، يعني عايز اعرف اللي في جناحه مخليه مش عارف يطير. واد الجناح التاني رجع ورا شويه، اكيد عنده كورونا بقى. اللي عايز بقول معلش يا ابني، معلش الزمن جه عليه. لا يعني انا بقول لك معلش، بقول لك معلش. ينفع نعمل يحصل ده انت قاعد؟ ينفع؟ ها يا ابني انا اتعديت اكتر من كده بكتير، انا شفت اتعديت اكتر من كده. بدا يطير اهو، اصبر ده هوا ده حر. ما تقربوش من الجاكيت عشان بيبقى واقف في الزباله يا عم. لا بيوقف في الغطاء، في الزبالة، في الزبالة بقى، انا واقف في الزبالة. اما حلقة ما تقعدش ترفرف، صح كده؟ صح كده. نقفل ولا نسيبه شوية؟ اصبر اخر عدة بقى عشان ايه؟ نختم بصراحة دي. حاسس ان ده ما تعديتش النهاردة. اما حتى البتاع يأس منه. طب بص تعالى كده عند رضا. يا عم بس يا عم صورش يا عم انت. صورش ايوه لازم يصور. صورني ولا بكوشة. وده اللي عم بقوله انه ده صديق الفلاح، ولعطينه في عزب البد شبين القناطر الاليوبيه.